أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. الحوثيون يفرضون غرامة مالية مقابل الغناء في الأعراس. صحيفة بريطانية تقول الإمارات حولت جزيرة سقطرى اليمنية لإمارة ثامنة لها. السجن في مصر لمن يقول إن الطقس سيء. وأخيرا الإنجليزية والألمانية والكندية لغات أعضاء الحكومة الصومالية. أهلا بكم، والبداية من خبر يوضح الأصل الواحد لكل الميليشيات، حيث أقدمت عناصر مسلحة تتبع جماعة الحوثي على اختطاف عدد من العرسان في محافظة عمران بعد رفضهم دفع جبايات مالية تحت مسمى غرامة بسبب استخدامهم آلة موسيقية تستخدم للعزف أثناء إحياء الزفاف. وعنوان الموقع بوست: الحوثيون يفرضون مبالغ مالية مقابل استخدام الموسيقى في عمران ويختطفون المخالفين. وأكدت مصادر محلية في مديرية جبل يزيد التابعة لمحافظة عمران قيام ميليشيا الحوثي بمداهمة قرية بيت الحارثي واختطاف 15 عريسا إلى جانب عدد من وجهاء القرية خلال فترات متفرقة. وذكرت المصادر لمراسل الموقع بوست أن الميليشيات فرضت على كل عريس دفع مبلغ 80,000 ريال كغرامة مالية لقيامهم بتشغيل الآلة الموسيقية الأورج في زفة العرس حسب قولهم، ولن يسمحوا لأحد منهم بالخروج قبل الدفع. مصدر محلي قال إن جماعة الحوثي فرضت مبلغ 50,000 ريال على كل عرس يقام في المحافظة ويستخدم فيه الآلة الموسيقية التي تسمى الأورج كغرامة مالية لاستخدامه بعد منعه من قبلهم. الأطفال الذين حاربوا في صفوف ميليشيات الحوثي وقامت منظمات المجتمع المدني في مارب بإعادة تأهيلهم وإدماجهم بالحياة من جديد، أرادت الميليشيات قتلهم، وذلك بعد إطلاق صاروخ نحو المدرسة التي يتعلمون بها. وعنوان موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يستهدفون مركز تأهيل الأطفال المجندين في مارب بصاروخين. قالت مصادر محلية للمصدر أونلاين إن الحوثيين استهدفوا مركز تأهيل الأطفال المجندين في مدينة مارب عاصمة المحافظة بصاروخي كاتيوشا سقطا بالقرب من المبنى. وذكرت المصادر أن الصاروخين تسببا بأضرار مادية في واجهة المركز ورعب وخوف في أوساط الأطفال الذين يخضعون للعلاج والتأهيل عقب مشاركتهم في صفوف الحوثيين بالحرب ضد الجيش الوطني. العمال الحوثيون رواتب بلا عمل. تحت هذا العنوان كتب عبد الخالق عطشان مقاله المنشور في التغيير نت مضيفا: منذ انقلاب الحوثيين على النظام الجمهوري في 21 من سبتمبر من العام 2014، والشعب اليمني يعيش حالة من العزلة والاضطهاد الإمامي السلالي والذي طال كل أفراد الشعب في المناطق التي يحتلها الإماميون، وليس أدل على ذلك إلا حرمان المواطنين من رواتبهم وإلزامهم بالعمل دون ما أجر، غير آبهين بأنهم يعولون أسرا ليس لهم من مصدر دخل سوى راتب عائلهم، والذي لم يقتصر الحوثي على نهبه بل تعداه إلى إلزامه بالعمل غير مكترث لما يترتب عليه من مخاطر وتفاقم وتدهور لحالته الصحية البدنية والتي تتأثر تبعا لحالته النفسية. لا يوجد عمال في المناطق التي تحتلها ميليشيا الإمامة يمارسون أعمالهم ويتقاضون أجورهم سوى الذين يعملون خداما وأنصارا وأعوانا لدى رموز الميليشيا الطائفية، والذين يقتاتون من عرق هذا الشعب ومن خيراته وموارده. هناك شريحة من العمال تعمل وتتقاضى أجرها، وهم العمال الذين يعملون في تسوير الأراضي وتشييد القصور والفلل والعمارات والشركات التي يؤسسها ويبنيها رموز العصابة السلالية، ويتطاولون في بنيانها، ومع كل عمارة يشيدونها وشركة يفتتحونها يوصون جماهير الشعب بالصبر على الجوع والثبات على الهم والصمود في الحالة المأساوية التي أوصلهم إليها الانقلابيون. بينما رموز الميليشيا تعمل دون كلل في نهب الدولة والثراء من وراء انقلابها،
هناك أيضا طائفة من عمال هذه الميليشيا تعمل بجد ليلا ونهارا في المقابر، والذين هم من ذوي الاختصاصات المتعددة، فمنهم من يحفر ومنهم من يبني الأضرحة وآخرون يزينون القبور ومنهم عمال الحراسة. في تقرير نشره موقع عدن الغد عن مواقع وصحف أخرى وعنوان ردا على هزائمها، ميليشيا الحوثي تنتقم من المدنيين. يقول الموقع إن ميليشيات الحوثي اعترفت بمقتل 2 من قاداتها البارزين في محافظة البيضاء وسط اليمن، وأقدمت على ارتكاب مجازر ضد المدنيين بالألغام والقصف العشوائي والقنص انتقاما لهزائمها المتوالية في مختلف جبهات المحافظة. وشيعت الميليشيات في مدينة رداع القيادي في صفوفها محمد مطهر العزاني بعد أسبوع من التكتم على مقتله في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، والعزاني هو أحد قادة الميليشيات الميدانيين ومشرفها في مديرية العرش. وردا على استمرار هزائمها الميدانية في مختلف جبهات القتال بمحافظة البيضاء، ارتكب الحوثيون جرائم وحشية ضد المدنيين تراوحت بين القصف العشوائي وقنص الأطفال وزرع الألغام، حيث قصف الإنقلابيون بصاروخ مطعما شعبيا في سوق قانية المكتظ بالمدنيين والمسافرين، أدى ذلك إلى مقتل الشاب سالم محمد علي دورمة وإصابة والده واثنين آخرين من المسافرين. إدمان الأرقام الكاسحة، تحت هذا العنوان كتب أيمن نبيل مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: الديمقراطية بالنسبة لأغلب النخب العربية كانت استيرادا وليس استبطانا، والكوارث التي لحقت بالواقع والأخلاق نتيجة هذا الاستيراد تذكر بتلك التي تسبب بها استيراد التكنولوجيا بدون توطين أساسها النظري ومقدماتها الأخلاقية في جهاز الدولة والبرجوازية ومؤسسات التربية. وهكذا استحالت الانتخابات عربيا من ممر ديمقراطي إلى تجل حديث ومشوه بالضرورة لفكرة البيعة في الفقه الإسلامي في عهود الإمبراطورية. وقد ثبت أن الأنظمة العربية العلمانية اقترفت جريمة في حق الشعوب العربية، ليس فقط عبر تحالفها مع أكثر رجالات الدين العربي رجعية وذكورية لإدامة التخلف في الثقافة الشعبية العربية، بل إنها مسخت بنفسها وبدون وسائط أفكاراً حديثة مثل العلمانية والديمقراطية والانتخابات، مكرسة بذلك التخلف الاجتماعي وإعاقة توق المجتمع إلى قيمتي الحرية والعدالة، وهو توق أثبتت المجتمعات العربية صدقه وشدته كلما سنحت لها الفرصة المناسبة للتعبير عنه. ليست الانتخابات عند الأنظمة العربية معرضاً لتنافس إرادات الناخبين، بل بيعة واجبة يشترط فيها إجماع أهل الحل والعقد، بل وأكثر من ذلك محفلاً لتجديد الولاء. يحتفل العالم بيوم الصحفيين، لكن أحدهم يتألم في إحدى المشافي. وعنوان موقع المشاهد نت: إصابة مصور صحفي بانفجار عبوة ناسفة بمديرية حيس جنوب مدينة الحديدة. قال الموقع: أصيب المصور الصحفي علي أبو الحياء في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مساء الأربعاء سيارة إحدى القيادات العسكرية في مديرية حيس. وقالت مصادر إعلامية للمشاهد إن أبو الحياء أصيب إصابة بالغة ونقل إلى مدينة عدن لتلقي العلاج، وما زال حتى الآن في إحدى مستشفيات المدينة ولم يتجاوز مرحلة الخطر. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المنوعة، فابقوا معنا. قال مراسل قناة بلقيس إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع جديدة في عدد من الجبهات. الجيش
الجيش الوطني يحرر عدة مواقع جديدة هنا في سلسلة جبال حام وفي مناطق مختلفة من محافظة الجوف. أهلا بكم من جديد. عن أمنيات الصحفيين في اليمن عنونت صحيفة العربي الجديد: صحفيو اليمن يختصرون أمنياتهم الحرية والأمان. وبعيدا عما حلموا به وناضلوا من أجله خلال العقود الماضية، صارت أمالهم معلقة بالشعور بالأمان. طالت المعارك التي يشهدها اليمن منذ انقلاب الحوثيين والمخلوع صالح الصحفيين بشكل مباشر، وحولتهم إلى أرقام في قوائم الضحايا والجرحى والمشردين وفاقدي وظائفهم بعد تدمير واحتلال مقراتهم. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين أعلنت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن 26 صحفيا يمنيا قدموا أرواحهم ثمنا للحقيقة، فيما يعاني 12 صحفيا مختطفين لدى ميليشيا الحوثي، وصحفي مختطف لدى تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، فيما أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود اليمن في المرتبة 167 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة. وفي تصريح للعربي الجديد قال الصحفي صلاح الجندي: إن أمنيتي كصحفي سواء في ظل الحرب أو السلم أن تكون حرية الكلمة نظاما مقدسا لا ينتهكه أي أحد نظرا للقمع الذي نتعرض له. وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أدرج اليمن في قائمة الدول السبع التي اختارها لتركيز حملة إنهاء الحصانة والإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين لعام 2017 بعد تصاعد الاعتداءات خلال السنوات الماضية. حرية الصحافة تتراجع حول العالم بما في ذلك بأمريكا، هذا ما عنونت به الواشنطن بوست مقالها المنشور اليوم والذي ترجمته صحيفة الغد وقالت الافتتاحية: الحرية الصحفية هي حارس للديمقراطية، وليس فقط من خلال الاضطلاع بدورها في المراقبة والمحاسبة، وإنما أيضا كمؤشر على ما إذا كانت الديمقراطية في البلد المعني تتمتع بصحة جيدة. ولا تكمن أهمية مؤشر حرية الصحافة العالمية لهذا العام الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود في إظهار أن الصحفيين يواجهون عقبات متزايدة، وإنما يظهر المؤشر أيضا أن أحوال الديمقراطية في العديد من الأماكن أصبحت سيئة. يقول واضع الدراسة التي تنشر سنوياً منذ العام 2002 والتي تقيس حرية الصحافة في 180 بلداً إن المزيد والمزيد من الزعماء المنتخبين ديمقراطياً لم يعودوا ينظرون إلى وسائل الإعلام باعتبارها جزءاً من الدعامة الأساسية للديمقراطية، وإنما أصبحوا ينظرون إليها كخصم ويظهرون كراهيتهم لها علناً. كما أشار مؤلف استطلاع مراسلون بلا حدود، فقد أصبح الخط الفاصل بين العنف اللفظي والجسدي يتلاشى، مشيرين على سبيل المثال إلى تهديد الرئيس الفلبيني بأن المراسلين الصحفيين ليسوا معفيين من الاغتيال. ويضع التقرير اللوم على العديد من القادة السياسيين الذي أرسلوا إشارات ووجهوا خطابات لاذعة إلى صحفيين، مثل رئيس الجمهورية التشيكية ميلوس زيمان الذي حضر في مؤتمر صحفي وهو يحمل بندقية كلاشينكوف غير حقيقية مكتوبا عليها للصحفيين: لقد نمت أسطورة شجرة دم التنين في العالم الآخر لأول مرة على الفور، حيث تحارب شقيقان درسه وسمحه حتى الموت، وفي اللغة العربية يعرف باسم دم الأخوين. وقد جعل الصراع سقطرى مركزا لصراع جديد على السلطة بين الحكومة اليمنية الضعيفة والطموحات الجيوسياسية لحليفتها الإمارات العربية المتحدة، هذا ما أكدت عليه الصحيفة البريطانية الاندبندنت. هكذا عبثت الإمارات بجزيرة سقطرى وحولتها لإمارة ثامنة لها. قالت الصحيفة: بدأت الإمارات بهدوء بالسيطرة على اليمن، وقد ضمت فقط هذا الجزء من اليمن السيادي
وقامت ببناء قاعدة عسكرية وأنشأت شبكة اتصالات وإجراء تعداد خاص بها، وقامت بدعوة السقطريين إلى أبو ظبي من قبل مؤسسات بلان لود. في الماضي قالت حكومة الإمارات إنها تقدم يد العون للمناطق الفقيرة التي تحتاج للمساعدة في اليمن، وتقول الإمارات وهي جزء من ائتلاف عربي يساعد الحكومة اليمنية المنفية على قتال المتمردين الحوثيين، ليست محتلة ولا تتعمد إثارة الاضطرابات، وأنها تطمح إلى السلام والاستقرار في المنطقة. عاش سكان سقطرى البالغ عددهم 60,000 نسمة في وئام مع الطبيعة منذ آلاف السنين، معزولين تماما عن العالم الخارجي. الآن الحرب الأهلية والاحتلال الأجنبي والشبح الذي يلوح في الأفق لتغير المناخ أو المناخ يعني أن عاصفة كاملة قد وصلت أخيرا إلى شواطئ الجزيرة. وكانت الجزيرة قديما تقع في قلب طرق التجارة القديمة، الحرير والتوابل بين العالم العربي وأفريقيا وآسيا. وتقع الجزيرة اليوم في منتصف واحدة من أهم قنوات تجارة النفط في العالم. على هذا النحو فهي تجمع بين المصالح العسكرية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الموت فنان يطرز أرواح الجميع في اليمن غير السعيد. تحت هذا العنوان كتب محمد عبد الوهاب الشيباني مقاله الذي تضمن أسماء أدباء وصحفيين غيابهم الموت ولم يجدوا غير اهتمام طفيف من أصدقائهم ورحلوا دون أن يسأل عنهم أحد، وأضاف: في أعوام الحرب الثلاثة وفي السنوات التي مهدت لها أيضا، فقدنا الكثير من المبدعين اليمنيين، شعراء ونقادا وفنانين وصحفيين في حالة لم تتشابه بغيرها على الأقل في ثلاثة عقود. لم يميز الموت فيها بين ضحايا، لكنه صبغ فعله بالمباغتة والكمد وجعل من صنيعه المؤلم مستسهلا وعاديا في حياة الجميع، لأنه ساوى بين من احتمى ببطن الأرض ومن يدب منكسرا على ظهرها. في ربيع العام 2014 حين كانت الحرب تشحذ سكاكينها على الأحجار القاسية في صعدة وعمران، كان جسد الشاعر والناقد عبد الله علوان يقطر آخر مباهجه في 24 من مارس على أحد أسرة مستشفى الثورة بصنعاء بعد اعتلالات سكرية طويلة. رافق هذا الرحيل صمت مطبق من المؤسسات الثقافية وجحود لا يعقل. وفي خريف ذات العام منتصف شهر سبتمبر 2014 رحل الشاعر الغنائي الأبياني الكبير عمر عبد الله نسير، الملهم الأكبر للفنان محمد محسن عطروش. وفي 8 مارس 2015 توفي في إحدى مستشفيات القاهرة الأديب الصحفي عبد الودود المطري فجأة، وهو أحد الأسماء المعروفة في سماء الصحافة منذ كان محرراً للصفحة الثقافية في صحيفة الثورة بصنعاء أواسط الثمانينيات. في 12 أكتوبر 2015 وبلا مقدمات مات عبد الكافي الرحبي عن 57 عاماً. الناقد والباحث المجتهد لم يعبأ أحد برحيله، وما فعلناه نحن أصدقاءه رتبنا تأبين أربعيني على عجل وزعنا فيه مطوية بدائية عنه بمعية كتابه الثاني فضاء الخطاب النقدي، والذي صدر بعد رحيله وبعد أكثر من 10 أعوام على صدور كتابه الأول المعنون بأعمدة الشمس، ويشكل الكتابان معا تجربة نقدية رائدة. تناولت الصحف الصادرة في لندن صباح الخميس عدة موضوعات تهم القارئ العربي، حيث نشرت التايمز موضوعا قصيرا بعنوان: القاهرة تخطط لمنع أخبار الطقس السيء. الموضوع يتحدث عن قرار الحكومة المصرية منع التقارير الكاذبة عن أحوال الطقس، فيما يعد حسب الصحيفة خطوة جديدة لقمع حرية التعبير في البلاد. وتوضح الجريدة في تقرير ترجمته البي بي سي أن هيئة الأرصاد الجوية الحكومية أعلنت أنها ستقدم مشروع قانون للبرلمان يجعلها الجهة الوحيدة والحصرية المسؤولة عن التنبؤات الجوية في البلاد. وتأكيدا للخبر علق موقع ارفع صوتك من جانب: السجن لمن يقول إن الطقس سيء في مصر.
الذين هربوا من الحرب في الصومال وغامروا بحياتهم للوصول عبر البحار المظلمة إلى دول العالم لم ينسوا وطنهم، وهم يحاولون النهوض من جديد وبدأ من امتلك مهارات منهم في العمل ومساعدة موطنه الأصلي، وعنون موقع عربي بوست: نخب صومالية عادت من المهجر لرد الجميل ما لا يمكن أن تسمعه سوى في الصومال. يقول محمد حسين الذي لديه طموحات سياسية: عدت عام 2012، شعرنا نحن الصوماليين دائما أن مساعدة من في الوطن واجب والتزام، والآن نعود للوطن ومعنا المهارات الهندسية والبناء والطب. ويضيف أن كثيرا من سياسيين عادوا من الشتات، عدت مع أربعة من أطفال الستة عادوا معي إذ رأوا في السلام الهشي بالصومال فرصة لهم. يقول الموقع: يتمتع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد بالجنسيتين الأمريكية والصومالية، وفي حكومته وبين وزرائه تتنافس اللكنة البريطانية مع الأمريكية والكندية ولكنات بقية المناطق الأوروبية. ويعود موقع عربي بوست إلى تصريحات حسين والذي قال: الشتات له دور كبير، والكثير من الشباب يعودون ولديهم صدمة ثقافية حقيقية. كان ابني البالغ من العمر 25 عاما مصدوما حقا حين وصل من لندن، واستغرق منه الأمر 35 يوما لاستيعاب الوضع، وهو الآن يشرب حليب الإبل. تتعدد أسماء جزيرة سقطرى وجميعها تقول إنها أرض نادرة وتحتوي كائنات لا توجد في مكان آخر من العالم. صحيفة الإنديبندنت نشرت مجموعة من الصور نتابعها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله. We'll be right back.